أخبار اليوم. أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ نيفين مع بوابة أخبار اليوم وحلويات عيد الفطر المبارك. النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم أول حلقاتنا لحلويات كحك عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين. الكحك اللي بالعجوة وبالملبن. طبعا أول يوم العيد طبعا بعد ما شهر رمضان خلص بيجي طبعا العيد وحلويات العيد. النهاردة بنبتدي السفرة بتاعتنا بتبقى دايما كلها عليها كحك العيد وده حاجة أساسية في كل بيت. عندنا المكونات بتاعتنا النهاردة عندي 2.5 كوباية من الدقيق، وطبعا لو هتعملي كمية كبيرة الكيلو دقيق مثلا هقولك تحطي عليها قد ايه. انا هنا مستخدمة 2.5 كوباية من الدقيق، وده دقيق خاص بالخبز جبته ونخلته ورحت حطاه. وعندي معلقة كبيرة من السكر ورشة صغيرة من الملح، وعندي 2 كوباية من السمنة زائد 2 معلقة، يعني دي 2 كوباية و2 كبار سمنة على 2.5 كوباية دقيق. لو انت هتعملي كيلو كامل من الدقيق هتحطي عليه 400 جرام من السمنة. خديها قاعدة كده، لو كيلو دقيق هيبقى عليك 400 جرام من السمنة، عشان انا هنا بس عاملة كمية قليلة عشان اديكي بس الفكرة والطريقة. عندي هنا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وعندي هنا حوالي 1/4 كوباية من السمسم، وعندي هنا 1/4 كوباية من اللبن، دي عشان نلم بيها العجينة. عندي عجوة للحشو، وعندي ملبن للحشو، وممكن تستخدمي العجمية ونبقى نقولك طريقتها. ودي روايح الكحك، وروايح الكحك دي بتبقى متوفرة عند العطارين والناس اللي بتبيع مستلزمات الحلويات هتلاقيها عندهم متوفرة. زي ما قلتلك السمنة دي انا مسخناها شوية على النار، بس مش لدرجة ان هي تغلي، علشان لما نحطها على الدقيق ما تقتليش المادة الفعالة بتاعة الخميرة، لان الكحك لسه عايز يخمى، فما ينفعش ان احنا نحط عليه سمنة سخنة هيقتل المادة الفعالة بتاعة الخميرة. وطبعا للديكور يعني بتاع الكحك عندنا هنا الاشكال دي حاجة اختيارية. عندي دول هنا 2 والمنقاش التقليدي بتاعنا. هقرب لكم دلوقتي بالكاميرا عشان نشوف بقى الطريقة بتاعتنا هتبتدي ازاي. نبتدي بقى اول حاجة علشان نعجن الكحك بتاعنا، هنجيب الاول طبق كبير نوسع بس كده، وهتشتغلي بايدك ما تلبسيش جوانتي علشان تبقي حاسه بالقوام بتاع الكحك بتاعك. هنبتدي هنا بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط الدقيق بتاعنا، الملح والسكر، الخميرة، وهنجيب الريحة بتاعة الكحك هنفتحها كده ونسيبها. هنقلب الاول بسم الله الرحمن الرحيم كده تقليبة خفيفة، وزي ما قلت لكم الدقيق ده انا نخلاه. هنعمل حفرة كده في قلب الدقيق، هنحط السمسم ده متنقي ونضيف، وهننزل كده بالراحة بالسمنة بتاعتنا. لو السمنه سخنه على ايدك اعملي البسي يعني قصدي اعملي بمعلقه. هنحط نقطه بسيطه قوي من الريحه بتاعه الكحك لان هي مركزه ونفذه جدا. هنبتدي نلم كده بالشكل ده، اهو لو احتاجنا شويه دقيق تاني ممكن نحط، مفيش مشكله. انا هنا هحتاج تاني واحدة. انتي ايدك هي المعيار، انتي اللي تقدري تحسي بالقوام بتاع الكحك بتاعك. هنحط تاني كده، اللي انا حطيته ده مقدار حوالي 2.25 كوباية. نبتدي نعجن، نحط شوية كمان. كمان شويه لان العجينه لسه محتاجه. دلوقتي بقى هنبتدي مرحله البس، اللي هي كده نقعد نبس الدقيق بالشكل ده.
العجينه عندي اهي، نتاكد ان ما فيهاش حته دقيق لسه، وكلها بقت عجينه كتله واحده بالشكل ده. نحط شويه من اللبن، تعجني كده، بقى عندنا اهو عجينة متماسكة نقدر ان احنا نشكلها. طبعا هي محتاجة ترتاح شوية، لازم هترتاح، هسيبها عشان تخمر حبة، وبعد ما تخمر هنبتدي نكمل على طول. الكحك اهو بعد ما خمر شوية هنبتدي بقى نشكله. هنجيب، انا عندي هنا طبق فيه شوية من الزيت عشان ده اللي هحط ايدي فيه عشان اقطع الملبن والعجوه. انا جبت لكل بتاع، جبت صينية وحطيت فيها قطعة من ورق الزبدة كده. هناخد حتة من العجينة بالحجم ده، نلفها كده ونعمل بايدينا كده حفرة، هنبل ايدينا في الزيت وناخد قطعة من العجوة نحشيها كده واضحة كده معايا، نلفها كده نضغط سنة الشكل ده. عشان نفرق العجوه من الملبن احنا هنعمل شكلين. انا هنا اهو باستخدام المنقاش هنقش كده، الشكل ده ممكن واحده هنا كده، ده اللي بالعجوه. هنجيب الصينية نحطها كده، واحدة كمان هناخد قطعة من العجين بالشكل ده، نحاول ان نخلي العجينة كلها قد بعض، قطع متساوية كده. نعمل حفرة كده بايدينا، نبل ايدينا بالزيت، ناخد قطعة من العجوة ونقفل ونلف كده، نضغط ضغطة خفيفة باستخدام المنقاش، ننقش كده ده اللي بالعجوة. هنيجي بالملبن بقى، هناخد قطعة من العجينة نلفها كده، نعمل حفرة بايدينا، هنبل ايدينا في الزيت ونقطع حتة من الملبن نحطها هنا ونقفل بالراحة بالشكل ده كده. نتأكد ان احنا قفلناها كويس قوي. هنجيب بقى الشكل دي، مش هنضغط عليها، هنسيبها كده زي ما هي كده. هنجيب الشكل ده ونعمل كده، ده اللي بالملبن اهو، وانا عاملاه هو صينية تانية هنفرده فيها ورقة الزبدة بالشكل ده وهنحطه. واحدة كمان قطعة من العجين، قطعة نحاول نخلي ده قد ده كده. نعمل حفرة بايدينا، نبل ايدينا في الزيت بالشكل ده، ناخد حتة من الملبن نحطها كده
ونقفل، نتأكد ان الملبن مش بره عشان ما يسيحش في النار، ونقفل كده اهو باستخدام الصبع ده اهي. نجيب الشكل ونعمل كده كده، ده اللي بالملبن وده اللي بالعجوه. انا هخلص الصينيتين دول وهسيبهم في شويه قبل ما ادخلهم الفرن، هسيبهم يخمروا شويه وبعدين هدخلهم اسويهم على الحراره المتوسطه على الرف الاوسط في الفرن. الكحك اهو بعد ما شكلته ابو عجوه وابو ملبن زي ما حضراتكم شايفين اهو خمر شويه، هدخله الفرن على الرف الاوسط على حراره متوسطه لحد ما يبقى لونه ذهبي. الكحك اهو بعد ما سويته بقى ده شكله من تحت اهو باللون ده كده، هننقله بقى على طبق التقديم بعد ما يبرد ونرشه بالسكر البودر. الكحك ابو عجوه اهو بعد ما رشيته بالسكر، والكحك ابو ملبن اهو بعد ما رشيته بالسكر، ويتقدم والف هنا وشفا. حلقتنا للنهارده اتمنى ان هي تعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين.